من الأنظمة المهمة عندي أنا برضو في بالبيت نظام التكييف. هون أنتم زي ما أنتم شايفين أنا في عندي الترموستات أريد هلأ شغال، هو درجة الحرارة هلأ في البيت 20. إذا بشوف أنا هي قد إيش محطوطة، هي محطوطة 6 على 24. فأنا ممكن مثلا حتى في الموبايل عندي في الأبليكيشن زي ما أنتم شايفين هون بقدر أنا مثلا أغير درجة الحرارة، أعملها مثلا 6 خلينا نقول على 23. فهلا انا غيرتها، لو كبسنا هون شوف حتلاقيها صارت 6 على 23. بقدر كمان هون حتى بالفان اقدر اغير بالفان عندي سواء كانت لو او هاي او ميديوم، هون زي ما انتم شايفين تغيرت. ممكن كمان اطفيه او اشغله، هلا هو شغال هلا صار اوف يعني. ممكن اعمل برضه سيناريوهات عندي لو انا مسافر عشان الاساس ما يخرب عندي. فان شاء الله تابعونا على فيوتشر سمارت هوم رواد الحمايه لانظمه المتوتة الذكيه عشان تشوفوا الانظمه اللي بنركبها والمشاريع اللي بنسلم فيها. وشكرا لمتابعتكم.